كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية والأوبزيرفر البريطانية أن شركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك، وذلك بهدف تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016. وتعد هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات اختراق البيانات في تاريخ فيسبوك، الذي أوضح أنه قرر تعليق حساب شركة كامبريدج أناليتيكا بعد تأكده من انتهاكاتها خصوصية البيانات.